فتحت مطعم في المغرب، فتحت مطعم مصري. اي مطعم مصري في المغرب؟ كان اسمه نيفرتيتي، كمان وحتى السكيلتشرز كلهم كنت واخداهم من هنا، التماثيل الفرعوني وكده. عملت مطعم حلو قوي، بس الموضوع ما استمرش. بس ما لا ما استمرش. الكالتشر بتاع المغرب على فكرة مش زي اي مكان، الأغلبية بياكلوا في بيوتهم. صح، اكتشفت أنا كده. مش ما بيحبوش، مش عندهم فكرة المطعم. يعني لما بينزلوا برا بيشربوا كافيه كده، يعني مش 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 أكل. لا،